السلام عليكم. احنا نازحين من منطقة العويسات وجرف الصخر. احنا صارنا 10 سنوات نازحين في مخيمات بزيبز. احنا نطالب من الحكومة تنظر بحالنا. نريد من الحكومة ترجعنا لمناطقنا. احنا هذا عاشر رمضان احنا نصومه بالخيم. انا هسه ما اقدر اطب الخيمه فوق ما هي حاره النوب، ما اقدر اطب بالخيمه. اظل برا احسن ما اقعد جوا بالخيمه. انظروا بحالنا الحكومة، المحافظ، يا رئيس الوزراء. احنا صارنا 10 سنوات احنا مو عراقيين. لو ترجعونا لمناطقنا محررة صار لها 10 سنوات، لو تسوونا صورة حل. احنا احد النازحين في مخيمات بزيبز، نطالب الحكومة لو ترجعنا لديارنا، لو شوفنا حل. الله وكيلك، هذا جانا الصيف وهاي الخيمة يعني ما حد يقدر يقعد جواها. هسه اتحدى اي مسؤول من المسؤولين انه يجي يقعد ساعة واحدة بالصيف جوا الخيمه، اتحداهم. واحنا جاء هاي جتنا المطره الخفيفه، الله وكيلك الخيمه مالتنا غرقت. والغذائيه مالتنا تلفت من المي، ذبلناها برا. والله عندنا كبار سن حتى طلعوا من الخيمه بسبب الغراق، طب لهم مي جوه. وعندنا كبار سن ومرضى. وزيره الهجره ذاك اليوم جابت خيم، وزعت القسم وخلت قسم. يابا ليش ما انطيتوني انت احسن من عندي قاعد؟ يعني انا يقول انت قاعد بهاي فله ما تسماها. يعني هو قاعد له بقصر وانا خيمه يستحسب بي ما ينطيني وزاره الهجره؟ والله عيب. كل 3 أشهر 4 أشهر يجيب لي سله غذائيه، كرتونه غذائيه. يعني كل 4 أشهر واحنا 14 نفر، يعني كل واحد عنده 14 نفر كرتونه غذائيه 14 يظلت بها 4 أشهر؟ والله ما يصير. وهذا رمضان علينا. الله وكيلك اكو من عوائل ظل يومين صايمين بلا اكل لان ما عندي شيء ياكل. خلف الله على المتبرعين يجيبون لنا سله غذائيه. يعني هذا علينا رمضان؟ يعني يقدر واحد يظل 30 ساعه ما يفطر بس يشرب مي وياكل تمرات؟ غذائيه ماكو. وزاره الهجره جبنا كل 4 أشهر كرتونات غذائيه. ما يصير هذا الحكي. الخيام اكثريتها تعبان، هسه افتر على الخيام تلقاه حتى مشققه. يعني المطر يعني كانه قاعد برا بالمطر، غير كانه قاعد برا. لو يقعد برا احسن له من الخيمه. احنا من مخيمات بزيبز، احنا صارنا 10 سنوات احنا بالخيم. وهاي الخيمه هو شادر يعني صلاحته 6 أشهر ينتهي. والله صار 10 سنوات لا يا سقام يعني مي يطب لنا من عنده. وهاي المطره الاخيره يعني فضنا، صحيح فضنا. غذائيتنا ذبيناها، فرشنا بدلناها. منين نجيب متبرعين؟ خلف الله على المتبرعين يجيبونه، لا منظمه انسانيه تجيب لنا ولا غيرها. والحكومه ما تشوف حالنا. واحنا علينا قبلنا على شهر رمضان، هاي صار يمكن 13 يوم بي. واحنا عندنا طلاب كليه وطلاب متوسطه، والله يعني حتى ماده ما عندنا نصرف عليهم. ويعني صار لنا 10 سنوات يعني حتى امل للرجعه نسينا. ويعني احنا ساعات تجي منظمات تشمل بقيه قطاعات اللي احنا قطعنا ما تشمله. شنو سببها؟ يعني احنا مو بشر مثلهم مثل ذولاك. حتى يعني حتى غذائيه ما جات تجينا. صحيح. وهاي اطفالنا، شوف هاي حالها اطفالنا. والله يعني حتى يعني صارنا 10 سنوات، هاي كل واحد عمره 5 سنين. يعني صار كل واحد عنده طفلين من جينا، وهسه كل واحد عنده عشيره. والله عشيره. واطفالنا حتى يتحسرون على مدينه الالعاب. والله المدارس يعني كرفانات، جام ما بيها، باب ما بيها. وهاي بالمطره يعني طبنا على جو الرحله. يعني على رحنا بغير صف، غيرنا صف. يعني طبينا انا صف ثاني متوسط، طبيت فيها صف الاول درست. والله ما يصير.
نطالب يعني هيا قبلنا على الصيف ويجيبون مبردات اللاجئ، هل الله ينطي من دينهم؟ عايشين قوه من الظلام الاسود، يعني ايش مبهذل من وراء المعزه، ايه يعني ما ايه يعني اكيد شروب شلون هنا برمضان اكيد القوه ما لحد يعني هذه يتخبز بصير خبز ولي وتمرات ومي ما ينشر مي وهذا الحار والبرد الحار والبرد وانا هاي خيمتي ياي عجوزي راحت ماتت ياي خيمتي وهذا ابني هذا راعي هذا الصفات يا هذا حكي هذا ايه مريض انت مريض؟ ايه اي والله مريض عندي تصلبان عطلات في قلبي حسب القول هذا الطبيب اي والله تصلبان قال عطلات عندك بقلبك قلبك يا رب وش اسوي السلام عليكم. احنا نازحين مخيمات بزيبز، احنا برمضان وشوفون هذا الحر، والله احنا نريد مبردات، نريد ثلاجات، والله ما عدنا، قاعدين بالمخيمات وحر علينا. هاي الخيم صار لها 10 سنين علينا تشققت، شلون عبالك تشوف وقاعد بيه يقتلنا الحر عميل، حتى لو يجيبوا لنا مبردات يجيبوا لنا ثلاجات، والله كتلنا الحر، والله احنا برمضان هسه يجيبوا لنا غذائيه، يجيبوا لنا مبردات شيء، احنا بس احنا بالمخيمات كتلنا الحر، واذا انتم قاعدين كل ببيوت قاطين وهاي على سبالت، والله عندنا مدارس هنا بكرفانات مكسر الجام ماله، وهاي عاد لو بنبنى مدرسة والله بالصيف يقتلنا الحر، بالشتاء يقتلنا البرد، يعني عايشين مذلة احنا هنا بالمخيم، عبارة عن مقبرة أحياء، ما حد جانا ما حد طبنا هنا غير المتبرعين يجيبون غذائية، هاي رحم الله والديهم يجيبونا هنا، عم يجيبونا كرفانات، احنا هذني بالخيم نموت هنا بالخيم من الحر، عندنا مرضى هنا وعندنا اطفال ماتوا من الحر، هسه والله عندي جدتي ماتت من الحر، توفت الله يرحمها، وعندنا اطفال موتت من الحر، يجيبونا الكرفانات لو تبنونا، لو تجيبونا مبردات شيء، يعني يعيش مذلة احنا هنا. احنا نازحين من جرف الصخر والعوسات، منطقة العوسات تبعد منها كيلوين، فاحنا ناشد الحكومة لو ترجعنا لو شفنا مكان سكننا بيه، الله وكيلك ومحمد كفيلك، لا رمضان رمضان ولا عيدنا عيد، خلي يشوفونا صورة حل. فاحنا اصبحنا نازحين تجارة عند العالم، الله وكيلك قام التاجر بينا. فاحنا نحتاج في هذا الصيف هسه راح يمر علينا، لا عندهم مبردات، اكو عوائل يعني حيل محتاجه، لا عندهم مبردات ولا عندهم ثلاجات، الله وكيلك ومحمد كفيلك، حال الضيم ما جرانا،
فاحنا نناشد الحكومه يا تنظر بحالنا خلف الله على المتبرعين. جاء يعني يجيبوا لنا سله غذائيه، واللي عنده 10 عوائل عنده 10 نفرات ما تكفي له العلاقه. وجت منظمه اسمها المنظمه الخيريه المتحده، فجت توزعت على ورقه ورقه مش بس القطاع الثالث ما مشغول فيها. شنو سببها؟ فاحنا نناشد الحكومه نريد شوف لنا مكان. وعندنا طلاب كليه، وعندنا كبار سن، عندنا عندنا يعني مرضى، ولا عندنا خيم صدق يعني، ولا عندنا مكان مرتاحين به. والله وكيلك محمد كبير كاسر الصيف جاي علينا، اتحدى اي مسؤول اي مسؤول يقعد ابنه بالخيمه بس ساعه واحده. يعني ريحه الخيمه ريحه تشوب قسما بالله. ها فاحنا نريدهم ينظرون بحالنا. برمضان احنا عايشين صايمين يعني قوه، يعني ما نريد واحد ينظر بحالنا. احنا عايشين احنا على الله ثم على المتبرعين، جاي يجيبون لنا سله غذائيه وقايمين بواجبنا. فاحنا ناشد الحكومه، يعني الحكومه يعني اريد تنظر بالنازحين. يعني الله وكيلك كتلنا الضيم. صار لنا 10 سنوات احنا بالحركات، ان مي ماكو، هو غسول، هو شرب، هو طبخ، ما عندنا كل شيء. الحركة كنا هسه بالخيام، لا مبرداتنا تعبانة، حتى مي هذا الحلو ما عندنا. يعني وضعنا شلون بالضيم الأسود، يعني وضعنا والله يما تعبانين هنا، هذا مي حلو ماكو. شيلك عين وضعنا، حتى هذه المي هسه مي مبهذلين هنا وبهنا. احنا حالتنا تعبانه حيل، نعاني من قبل المي ومن قبل الكهرباء. يعني انا حتى المي البارد ماني شاربه، وصاروا قالوا 7 مليارات صارفين من اجل المي والثلج. لا واصلنا لا مي ولا ثلج، لا مي غسائل لوجوهنا. وشوف شوف عيونكم الصوندات حاطه عن قبل برينا مي مالح، وجا صعد للتانكيات مي مالح. اني يعني الى متى؟ يوم يومين احنا بالنسبه لنا مو مهجرين وانما مجهولين. يعني حالتنا تعبانه حيل، يوم عن يوم جان سوء بعد ازود وازود. زين اني بالله توقعت وصار هذا الامر في هذا الكبري، وانا عرفت شكو ماكو. زين هذا ابو 2014 و2015 من تهجر وما لقى عنده لا بيت ولا وطن. زين هذا شيء يصير؟ حياتنا مزمه وتعبانه حيل، والثوب لابسين رقعنا رقع الستر، ويقولون تهجير ماكو، ملف نزوح ماكو. هذه الخيم شنو؟ انا جهالي عندي جهالي فرقسه من الحر. يعني لا متامل ابنه بلوكه، ولا متامل انا حاط لي خيمه وتجي عواصف مرتين او ثلاثه يكون عندي تصوير اشوفك اياه طيران الهواء. والله العظيم هسه مكان مثل كل بني ادم، مثل كل عراقي ما عندي. واحنا عند نفسنا لو صار، بس احنا عراقيين، بس لكن لازمين الحكم ما هم عراقيين. احنا نريد اكتفانا ببطننا. نعم احنا بس وطننا، بس ما اريد احس ببطني انه انا غريب او كون مهجر. عوضوني عنقاع، اعطوني بيت، اصرفوا لي راتب. والله العظيم احنا هسه 4 بيوت او 5، والله العظيم ما عندنا رواتب حتى رعايه. يشهد علينا الله، نطلع بعض المرات 10,000 5,000 بس ماشيين امور البيت. وهسه تلزمنا من رجيت من كتنا على راس ما تقيم من الف. حياتنا متعبه حيل، وندحج على المسؤولين العراقيين. تعبنا حيل، والله العظيم الصابونه حطها بالمي والله ما توقف. وهسه اكون شهود عيان، هسه اكون احط لك الصابونه واجيب لك مي وقسل وشوف شوف عينك. امورنا تعبانه حيل ومؤزمه فوق ما تتصورون، ويوم عن يوم حالتنا جاهز تزود اسوء واسوء. لا هم معوضيننا ولا هم معطينا اراضي، ولا متخلينا متاملين نعيش كحالنا كحال البشريه. حفاضات وحليب شاهد الله العظيم بعض. الله هسه بس طلب مطلوب فوق المليونين بس للمحلات. زين انا مين افكها؟ اذا ما عندي راتب مين افكها؟ يوم يومين تعبنا حيل، تعبنا بما فيه كفايه. والله العظيم حياة مؤزمة حيل، حيل حياة مؤزمة. إلى متى؟ زين هذا الجاهل شنو ذنبه؟ أنا أقدر أعيش، زين هذا الجاهل ما أعرف شو عندك ما عندك، الجاهل يريد عمي، الجاهل يريد. أنا أتحمل جوع يوم ثلاث أيام، أقدر أتبعد بأمر أروح أكل بغير مكان، أقدر أروح أشتغل عمالة، أقدر أروح يوم صديق، بس يعني هذا شنو ذنبه؟ إحنا تهجرنا من 2014 بسبب داعش. وجينا اليوم وسمينا جرف الصخر، ما مسمينا جرف الصخر، مسمينا جرف النصر. زين انت على من منتصر اذا ابن شعبك متهجر ومو بديرته؟ على من منتصر انت؟ فالناشد المسؤولين
الناشد كل خير، كل خير تهز ضميره على شعبه انه يدحج يدحج على عائلته. والله العظيم جهال فرقسوا، وهذا العلاج هسه يجيب لك اياه مال فرقاس مال اطفالي. أني طبعا نازح مخيمات بزيبز تابع لعملية الصمود. أني طالب كلية أداوم جامعة الأنبار وطالب مسائي. طبعا أني لازم أدفع قسوط وأوخاط ويعني معاناة، لازم أشتغل توفر شغل أشتغل، ماكو شغل لازم لو أجل سنة لو الله يعني رزق بيد الله، يعني متوفر يعني حسب الأسباب اللي تواجهنا. وحيل يعني نقف بأوقاف صعبة علينا إحنا كطلاب، إحنا لا نحير مصرف يعني داخل الجامعة كباقي الطلاب، يعني نريد بس إحنا أجور الخط، أجور الخط أو يعني مرات الكتب هسه كلها شراية. وإحنا فصل الصيف يعني الجو حار، جو حار يعني على الجعد ببيته حار علي، متى أنا بخيمة لا لا ما تستفاد نعدها لا بصيف ولا فصل شتاء، وعلينا مطر يعني مطرت علينا يعني تبهذلنا الكتب تبللت. ولا تقدر يعني صوت بالمطر من صوته بالخيمه، من تقعد بالخيمه من تمطر كل شيء ما تفتهم، بس صوت مطر فوقك يعني حتى نوم ما تقدر تنام. واحنا كطلاب يعني لازم توفرنا اجواء ملائمه للدراسه، احنا بالمخيمات ما نقدر ندرس وجو حار، وتقعد بخيمه ما تقدر تقعد، فصل الصيف ما تقدر تقعد بيها لان حاره كلش. واحنا يعني محتاجين فصل الصيف الى مولدات ما عندنا، مبردات ما عندنا، ثلاجات ما عندنا، واحنا يعني هو هذا الحال وانتم شايفيننا وتعرفون وحكينا هواي حكينا يا الدوله يا الفاعلين خير انظروا بحالنا، احنا ما عندنا يعني الشيء شلون نستند عليه، يعني انتم حكومه انظروا علينا. ادرس تربيه علوم انسانيه قسم انجليزي مرحله اولى. انا كطالبه بالجامعه يعني شغل يعني حياتي كلش صعبه بامور الدراسه، او صار عندي يعني فلوس اجر خاط يعني اقضيها مال شهر بخاط، ما اقدر لو وياك يعني اتاشر سياره الوقفه مرات حتى ما داوم، ما عندنا فلوس يعني مال خاط، ابو الخاط يريد فلوس، انا ما عندي فلوس او انطي خط شغل ماكو. احنا يعني قاعدين بمخيمات ما عندنا سبل العيش، انا لا عندي بيت لا عندي سياره لا عندي، انا قاعد هنا يعني عبد فقير.
ولا حول ولا قوة. والله ايش تحت الصفر. بالليل يعني كهرباء ماكو، تجي ساعة ونص ساعة تنقطع. واكو ناس عندنا هسه مرضى، احنا نريد ممثل من الحكومة يجي طب على الخيم ويشوف الناس اللي تعبانة واللي مرضى ويحكم بنفسه. وتحدى مسؤول يجي يقعد بخيمة 10 دقائق. الوضع تعبان تحت الصفر. السلام عليكم. السلام.